انت زيك زي الطاسه اللي جوه في المطبخ مالكيش لازمه. الطاسه ليها لازمه في الطبيخ بس انت مش فاهم حاجه كالعاده. يا بابا يا ماما كفايه خناقات بقى. اسكت انت، انا زهقت منك. لو زهقت مني خلي عندك كرامه وطلقني. كفايه بقى. حبيبي عامل ايه في الدراسه والمدرسه؟ بحاول اذاكر ومش عارف عشان نفسيتي تعبانه من خناقاتكم. انت خدت الفيزا بتاعت مصاريف البيت يا حرامي؟ حرامي ازاي والفلوس فلوسي ما شاء الله. بتذلني؟ ده انا اللي عاملاك. انت اصلا فاهم حاجه في حياتك؟ انت اخرك تقعدي في البيت. كفايه بقى. عملت شيل مواد في الجامعه ليه؟ عادي يعني. انت السبب، قلت لك اهتم بمذاكرته وانت اللي نفضت. عموك يكون وارث الاي كيو الواطي من عيلتكم. انت مين عشان تتكلم على اهلي؟ انت ولا حاجه. كفايه بقى، كبرت وبقى عندك 30 سنه ما شاء الله. ما شاء الله، يلا بقى عشان تتجوز. عمري ما هتجوز في حياتي. يعني ايه يعني ليه؟ انتوا عقدتوني وكرهتوني في الجواز، اتجوز عشان اقعد اتخانق؟ طول عمركم بتتخانقوا قدامي وبتقلوا من بعض قدامي، ايه الكره اللي انتوا فيه ده؟ الاسلوب في الخناقات كان ممكن يبقى احسن من كده وكان يبقى ما بيني وما بينك. خلافات وخناقات الاهل مش بس بتاثر على الاهل، دي بتاثر على العيال كمان.